بمقطع فيديو لحادثة سير مروعة وقعت قبل قليل من مساء يومه الأحد بمدينة فاس. وحسب شهود عيان من قلب مكان وقوع الحادث والذي وقع بالقرب من مقهى ميغادور بطريق عين الشقف بفاس، فالحادث تعود لسبب السرعة المفرطة والتي جعلت السائق يفقد توازنه وتلعب به السيارة في الطريق ليصطدم بالطوار جانب الطريق، الشيء الذي جعل السيارة تدور مرات عديدة في الهواء. هذا وقد تجمع العديد من مستعملي الطريق حول السائق لمساعدته الخروج من السيارة، والذي استعصى عليه الأمر إثر الإصابة التي تعرض لها قبل وصول الإسعافات الأولية ورجال الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية. لا 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 ما كانش هو طالع مع الطرح، ما كان الغدو احنا رافينا غادي.